طبعاً. وهذه الصورة هي صورة من صور كثيرة تؤكد لماذا نحن كبحرينيون نطلب ونحن في ائتلاف 14 فبراير الحصول على حق تقرير مصيرنا، وخاصة أن ملفات الشعب البحريني المظلوم في البحرين واضحة بالنسبة للعدوان على الشعب اليمني، القضية الفلسطينية، مناصرة المقاومة الإسلامية في لبنان. ونحيي سماحة السيد حسن نصر الله، تحية من شعب البحرين، من ائتلاف. أنت السيد، أنت المقاوم، أنت القدوة، أنت من يحب كل بحريني ويعشق كل بحريني، فتحية لك وتحية لكل قيادي في هذا العالم. ندعو طبعا إلى مزيد من اللقاءات، لعل هذا هو باكورة اللقاءات. ونحن نقول لك أيضا يا طبزية ويا خالد آل خليفة، يا من فضحت نفسك ولم تفضح الشعب البحريني في وارسو عندما تواطأت على القضية الفلسطينية علنا، جارحا مشاعر الملايين من المسلمين، من العرب، من الأحرار في العالم. أي إهانة هذه يا خالد آل خليفة عندما ينتصر شعب البحريني؟ تعرف أين سيبقى مصيرك يا خالد آل خليفة؟ نحن في ائتلاف 14 فبراير نقول أنه لهذا الكيان الغاصب ولمحركين في المنطقة، النظام السعودي والنظام الإماراتي، اسمعوني جيدا، المنامة التي ولدت فيها ولدنا فيها لن تكون يوما عاصم ممر عبور لنتنياهو وعاصمة التطبيع مع الكيان الصهيوني. المنامة هي مع القضية الفلسطينية ومع كل قضية محققة في المنطقة. التشويه الذي يمارس، وكما تفضلت الزميلة الدكتورة تغريد حيدر، هذا التضليل الذي يمارس على الشعب البحريني يراد به تشويه صورة الشعب البحريني، وهذا لا يقبله الشعب البحريني أبدا. نطلق نداء عاجل إلى كل الأحرار المسؤولين في العالم وكل المعنيين بالإفراج عن معتقلي الرأي السياسي والقادة والرموز من البحرين إلى فلسطين، الأخوة الأخوات المعتقلات في سجون الكيان الخليفي والكيان الصهيوني، الرموز أمتاد سماحة الشيخ علي سلمان، المقدادين، أستاذ عبد الوهاب حسين، أستاذ حسن بشيمع، نبيل رجب، عبد الهادي الخواجة، والقائمة تطول آلافهم في السجون الآن، مبسط صوتهم للعالم. إحنا اليوم أخواتنا هاجر ورفيقات هاجر إلى فلسطين، المناضل الكبير أستاذ مروان برغوثي وكل المعتقلين وهم كثر، نوجه لهم التحية ونطالب بالإفراج عنهم، هؤلاء هم رمز الحرية في العالم. وختاما نوجه تحية تقدير واعتزاز إلى شبان غزة والضفة. ونسيت شيء أيضا أن أقوله، عندما استشهد الشهيد في 2002 بعد أيام ذكرى استشهاده محمد جمعة الشاخوري، كان النداء في البحرين من رام الله للبحرين شعب واحد لا شعبين. كنا موجودين وكان هذا النداء موجود. كانت الأم تبكي وتقول خذي يا قدس قربانا من البحرين. نعم، خذي يا قدس قربانا من البحرين. نحن في ائتلاف 14 فبراير نقدم في كل مناسبة جرحى ومعتقلين لأجل القضية الفلسطينية، وهي قضيتنا المركزية. ولتعلم أيها الدكتاتور الحاكم بلا شرعية في البحرين، نحن في ائتلاف 14 فبراير وكل القوى لن نحيد عن فلسطين، لن نحيد عن فلسطين، هي قبلتنا. دائما كنا نعبر، عبرت الأخوة الفلسطينيين رؤساء الأحزاب، نحن في 14 فبراير ننظر بعينين، عين الثورة والمطالب الشعبية والعين الأخرى على القدس وفلسطين. هذا الكلام يطبقه إخوتنا وأبناؤنا وكوادرنا في الميدان وأخواتنا. تحية أيضا لنسوية ائتلاف 14 فبراير على كل نشاط يقومون به. ونحيي أيضا مسيرات العودة وكل الشبان المناضلين في مسيرات العودة، ونحن في 14 فبراير معكم. ختاما نشكر حضوركم المشرف أيها الإخوة والأحبة والمسؤولين، وبهذا الحضور يثبت أن فلسطين الحبيبة هي قبلتنا ووجهتنا حتى نحرر كل شبر فيها. فألف سلام وتحية لها من أبناء شعب البحرين والقطيف والمنطقة الشرقية وأبناء الحجاز الذي حملوني رسالة لكم، أهل القطيف والمنطقة الشرقية المظلومين في العوامية وفي تاروت وفي كل هذه المناطق الآن قابعين في السجون، أبناء القطيف وبنات القطيف والمنطقة الشرقية يوجهون لكم تحية
خالصة من القطيف الصامدة إلى فلسطين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.